بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الرايد حسين هداي عمر عيساوي، تابع لقوات الدعم السريع، والآن انضميت وجبت أختي، الآن انضميت للقوات المسلحة، وبإقرار إقرار القائد العام للقوات المسلحة، ومعاي 125 فرد و25 عربية. وبناشد اخواني في الدعم السريع اسه ينضموا للقوات المسلحه لحقنا للدماء. وانا بناشد اخواني كلهم في الدعم السريع والجيش ما انضموا، كلهم ينضموا في اقرب وحده للقوات المسلحه. ونحن متكيفين ذات لقرار السيد الغايب لارجاع قوات حرس الحدود للقوات المسلحه، ونحن ان شاء الله نجيف نفسي مع زمان وقفنا مع القوات المسلحة في خندق واحد، والقوات المسلحة أهلتنا ضباط، ونحن إن شاء الله نجيف نفسي وقفتنا دي وأحسن من وقفتنا دي. وده كلامي كله يا جماعة، والحمد لله وربنا يوفقنا على مهامنا وعلى شغلنا في خدمتنا للوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.